بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نوفق في هذه الكلمة إن شاء الله وبعجالة من لدن الله الكريم سبحانه وتعالى جل جلاله وعم نواله في إصداء النصيحة لميدان العلاج. أهل ميدان العلاج فيهم من هو متطرف في وصفاته، ومن هو غير حذر في كلامه، خاصة حين يأتي من والد أو والدة، عموما والدة، لمولود جديد، وتكون العجلة من طبيب المختص في النيوناتولوجي، معناها يعجل باش يوصف مضادات حيوية أنتيبيوتيك. أنا أرى هذا معنى استخفاف بمصير ذلك المولود، ذلك البادي بحياة، معنى حياته بدأت خطوة أولى يضرب بضربة من خبيثة. وهي الأنتيبيوتيك هو أصل الكلمة، هو ما ضد الحياة، ولو بالظاهر ما ضد حياة الجراثيم. حتى هذا مش كل جرثومة عندنا لها ما يقاومه حقا، بحيث مثلا الفيروسات، أين الآن الفيروسات اللي تقاوم بطريق مضادات فيروسية وأمور جدية من غير آثار جانبية خطيرة؟ أي حاجة قليلة. إذا الإسراع في وصف الأنتيبيوتيك على أساس قوله لا بد من كلاريد ولا لا بد من لوبوتا ولا حاجة، لماذا نقول لابد ونستعجل في هذا القول وهذا الموقف؟ ليس لنا حجة، ولهذا الطبيب الحقاني يجب يحترم نفسه ويخشى الله في العباد، لأنه إذا كان أنت خطوة الأولى بديتها في الاستعجال في وصف الأنتيبيوتيك المضادات الحيوية، باش تكون ولي عادة في الوالدين، باش يطلبوا من كل طبيب باش يعمل نفس الروشتة، نفس الوصف. يعني هنا دخلت الصغير هذاك من بدا حياته خارج بطن امه، معناها ورطوه كان لعنه، معناها تتبعه وين هكا يقع شويه حراره وشويه سائل الانف ولا شويه سعال اي كعه ويجريو، امشي في هذا الفلاني، وتبدا فلاني يتنافس مع غيره، انا هو اللي مش يشهر من يشعروا بل يكون يأتي بدواء جديد. وقول كلمة دواء جديد يا خطيرة يا ناس، راهي ألعوبة شيطانية يستفيدوا منها الصهاينة في المقام الأول. أعلموا أن دواء جديد هو شيء نكرة لم يعلم عنه ما يكفي، ما لا حتى نستسيغه وحتى نرضى به ونطمئن إلى ما نتداوي به. وكم من مرة وقعت محاكمات في الغرب، لأنه يعني الغرب فيهم نوع من احترام المعالج من طرف المعالج، يعني كم من محاكمات، لأنه وقت اللي يعطاه الدواء مطلوب وقتها بالنسبة لتقليل الوزن أو بالنسبة لتقليل الكوليسترول، يعني نوع من الشحوم الدهون، أو ضد السكر أو ضد بعض أمراض الجهاز الدوري كارديوفاسكولار، وقعت ما وقعت من محاكمات. أنا نتحقق للطب اللي مش محترم روحهم، ستأتي تلك أيام لهم، تدخل لك الرياح عليك الكاشفة ومطهرة نوعا ما، ورد لبعض الاعتبار للمرضى وأهلهم اللي ضيعوهم الطب، الرياح هذه ستصل هنا رغم أن كل من لا يريد أن يتعب. ولهذا أسأل الله أن تفهم مني من الفيديو هذه اللي ما عادكمش مجال كبير وما عادكمش من زمان طويل اللي تجموا تواصلوا في أخطائكم، والرحمة الرحمة والرفق الرفق، لأنه ناس بعت من أرزاقها وناس استدانت، وفما من نساء من وصلت للفاحشة باش توفر صغيرة تحليل الطب ولا الأشعة اللي طلبتها ولا سكنار ولا
كل شيء طلبتوه هو على حساب أخلاقنا وحساب كراماتنا وحساب أرزاقنا. فاتقوا الله في المرضى وأهل المرضى يرحمكم الله. لا طب إلا الطب الإسلامي اللي هو فعلا فيه خشية من الله وفيه رحمة ورفق بالناس أجمعين. وإن كان كبيرا لا يعنيني كبره، يعنيني أن أقدم له خدمة ترضي المولى سبحانه وتعالى. هذا الذي أغلب الطب فاقدينه، ولو كانت من يصلي مازال عنده فكرة غربية. وقلنا دائما لوكسيدو ستانكسيدو، والحمد لله قلنا كم مرة وسنوات. أخونا رجاء قرودي إن شاء الله يكون من أحسن الدخيل في دين الله بحق من قالها، فأصبحت من مثل يحتذى وكلمة من تجري على الألسن وتتداولها الأجيال. والسلام على من اتبع رضوان الرحمن.